أهلا بكم من جديد. يلجأ الأطباء إلى زراعة الكبد كحل علاجي لفشله عن أداء وظائفه في حال عدم تمكن وسائل العلاج الأخرى من مساندته في تحقيق ذلك، حيث يعتبر تليف أو تشمع الكبد أحد الأسباب الشائعة لإجراء مثل هذه العمليات. وقد تم خلال العام الماضي إجراء أول عملية في مستشفى تخصصي بالرياض باتباع طريقة فصل كبد المتبرع المتوفي دماغيا إلى جزئين، استفاد شخصان منهما. للحديث أكثر طبعا عن هذا الموضوع زراعة الكبد، ينضم إلينا من الرياض دكتور حمد الباهي الاستشاري زراعة وجراحة الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، ما هو الجديد في زراعة الكبد وما الذي حققه في هذا المجال؟ السلام عليكم. أهلا، صباح الخير يا أختي. بالنسبة لزراعة الكبد، زي ما تفضلت أنه في السنوات الأخيرة زاد الحاجة إلى زراعة الكبد لوجود انتشار أمراض الكبد والتشمع للأطفال وفي الكبار السن. الأسباب عديدة لأمراض الكبد، ما بين مناعية ما بين فيروسية، فهناك أسباب كثيرة. نظر لوجود الحاجة للمرضى الكثيرين الذين على قائمة انتظار لزراعة الكبد، كان لابد من وجود حلول ثانية غير أنه يكون فقط استئصال الكبد من المتوفي دماغيا وإعطاها لشخص واحد. زي ما تفضلت يا أختي الكريمة أنه الحمد لله السنة الماضية تمكنا بنجاح من فصل كبد من المتوفي دماغيا إلى جزئين، استفاد منها مريضين، طفل وأيضا شخص بالغ. نعم، نحن رح نتحدث الحلول الثانية اللي هو التبرع من الحل الثاني اللي هو التبرع من الأحياء الأقارب بجزء من الكبد أو التبرع الجزئي للكبد لزراعة الأعضاء. طيب دكتور، ما هي الحالات المرضية اللي تتطلب زراعة الكبد؟ يعني هل هناك حالات معينة مرضية فقط؟ أي حالة تؤدي إلى فشل الكبد، سواء التهابات المناعة في الإنسان الفيروسية فيروس باء أو جيم للأسف منتشر عندنا بكثرة، الأورام السرطانية نوعية معينة من الأورام السرطانية أيضا بحاجة إلى زراعة الكبد. فالأسباب على مستوى عام تقريبا هي نفسها الأسباب الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية، ما بين أمراض استقلابية وأمراض مناعية وأمراض فيروسية. طيب دكتور، ما هو متوسط بقاء المريض يعني اللي بتزرعوا له الكبد على قيد الحياة بعد الزراعة؟ نعم. يعني الحمد لله وصل بعضهم إلى أكثر من 20 سنة ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، فقط اللي هو احتياجه إلى الأدوية المناعة بشكل يومي، عدا ذلك يكون يمارس حياته بشكل طبيعي ويمارس عمله، يتزوج، ينجب. بالنسبه للمراه ما في لا يوجد لديها اي مشاكل. طب خلينا نتحدث الان عن الاجراء، العمليه كيف تتم الزراعه، شو الاجراءات اللي يتطلبها او تتطلبها هذه الاليه الجراحيه؟ كما تفضلت يا اخي، هناك نوعان من الزراعه، فنتكلم او نركز على موضوع المتبرعين الاحياء او الاقارب. لما يوجد هناك انسان بحاجه الى زراعه، سواء طفل او بالغ وبحاجه الى زراعه كبد، ننظر الى احد افراد العائله من يريد ان يتبرع ويتقدم بنفسه من دون اي ضغوط، بحيث يكون هناك تطابق من ناحيه فصيله الدم، من ناحيه الوزن يكون مثالي، ليس لديه زياده في الوزن، ثم يدخل في مرحله فحوصات كثيره للتاكد من خلوه من الامراض وعدم وجود اي خطوره عليه للتقدم بعمليه التبرع بالكبد. التبرع بالكبد بالنسبه للاطفال يكون عن طريق استئصال فص الايسر وما يعادل تقريبا الربع الى الثلث من الكبد. بالنسبة للكبار للبالغين يعادل تقريبا الفص الأيمن أو يعادل 60 إلى 65%. نعم دكتور. طيب بما أنه عم نحكي عن زراعة الكبد لدى الأطفال، هل الأم إذا بدها مثلا يعني تقدم جزء من كبدها لطفلة، هل بيأثر هالشي على صحتها بعدين، على الإنجاب مثلا أو على الحمل أيضا؟ الحمد لله إطلاقا لا يوجد. من ناحية أغلب الأطفال الذين يتم زراعتهم يكون زي ما تفضلت الأم هي التي
تريد أن تتبرع بحكم عاطفة الأمومة وارتباطها، ويكون هناك نوع من التطابق ما بين الفصيلة الدم بين الأم والابن والطفل. العملية بحد ذاتها استئصال فصل، نعم استئصال تقريبا 30% إلى 25% من الفصل الأيسر من الكبد، تكون عملية خالية من المضاعفات، مدة بقائها في المستشفى إلى 5 أيام فقط بعد العملية. بعد ذلك 3 أشهر تتجنب الحمل أو حمل أشياء ثقيلة، ثم ترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي جدا. ومتى تستطيع أن تحمل أو أن يعني أن تحمل يعني؟ ننصح نعم ننصح أنه تتجنب الحمل لفترة 6 أشهر قادمة، بعد ذلك فقط يعني تمارس حياتها بشكل طبيعي. نعم. طيب دكتور، ليش زادت نسبة عمليات زراعة الكبد بشكل لافت يعني عن السنوات السابقة؟ أهم شيء أنه وجود المرضى الكثيرين الذين بحاجة إلى زراعة، تقدم العلمي، زيادة الطلب، أنه ووجود متبرعين أقارب كثيرين يعني أحياء يريدون أن ينقذوا أقاربهم، الحمد لله أدى إلى نجاح وزيادة الرقم. الحمد لله في مستشفى التخصصي السنة التي مضت وصلنا إلى 89 حالة زراعة كبد. يمكن اللافت دكتور هو زيادة المتبرعين، المتبرعين أقارب، اللافت يعني زيادة المتبرعين. نعم. والتوعية أيضا، ليس نعم. صحيح المتبرعين الأحياء. نعم بالضبط الأحياء. نعم زي ما تفضلت يا أخي الكريم. نعم. طيب دكتور، يا ريت بس بتخبرنا شو هي الأسباب اللي بتؤدي إلى يعني مرض في الكبد؟ في أسباب كثيرة. نعم. الالتهابات الفيروسية سواء عن طريق الغسيل أو نقل الدم، هذا كان موجود من أكثر من 20 سنة. الآن في وجود التطعيم للفيروس با الذي بشكل مجاني لجميع أفراد المجتمع، هذا حد من نسبة انتقال الفيروسات، لكن ما زال هناك فيروس با والفيروس جين هم أكثر الأسباب. وجود الأسباب المناعية أو مشاكل في الكبد أو أورام في الأطفال، العيوب الخلقية في الكبد منذ الولادة، هذه من ضمن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى فشل الكبد ثم الحاجة إلى زراعة الكبد. طب من بعد إجراء هذه الزراعة دكتور، يعني إحنا يمكن عرجنا هيك بشكل سريع على هذا الموضوع، يعني يبقى الشخص اللي انزرع له الكبد خلص بحالة مطمئنة بأنه سيزاول حياته الطبيعية، وربما بعد سنوات يمكن طويلة يعود أن يفشل أو تفشل وظائف الكبد؟ لمن يزرع؟ نعم نعم. للمريض؟ نعم أكيد. نعم، من يتم زراعة الكبد له يحتاج فقط إلى فترة ما بين أسبوع إلى شهر حتى يمر بمرحلة النقاهة. أيوة. بعد ذلك يكون التطور ملحوظ من ناحية صحته، من ناحية ممارسته لحياته بشكل طبيعي. بالنسبة للنساء التي يتم زراعة الكبد لهن، عندنا كذا حالة الحمد لله وصل مرحلة الزواج والحمل بعد سنة من الزراعة، فيرجعون لمارسة حياتهم بشكل طبيعي جدا. أهم شيء هو الاهتمام بالصحة بشكل عام والحرص على الأدوية بوقتها. نعم دكتور، يعني هل هناك أطعمة بعد العملية يجب أن على المريض أن يتناولها؟ ننصح دائما بممارسة أو تناول الأكل الصحي الطبيعي، إلا إذا كان هناك لديه حمية ضد السكري فقط. نعم. غير ذلك يمارس حياته بشكل طبيعي. طب أنت تفضلت في مسألة فترة النقاهة اللي هي يمكن هي الفترة الحرجة يعني لمن زرع له الكبد، هاي فترة النقاهة شو تتطلب إما على الصعيد الطبي أو على الصعيد الحياة العادية؟ على الصعيد الطبي تجنب المرضى أو الناس الذين لديهم التهابات الزكام والأمور هذه. من ناحية على الإنسان أنه يحاول قدر الإمكان يعمل مجهود المشي، الرياضة الخفيفة وفقط، والاهتمام بالأدوية بمواعيدها. نعم. طيب دكتور، عادة المريض بعد الزراعة بعد العملية. نعم تفضل. المريض بعد الزراعة يحتاج إلى أسبوعين، إلى من 10 أيام إلى أسبوعين في المستشفى، ثم بعد ذلك يتم خروجه إلى المنزل وهو بالصحة. طيب. نحن ما تكلمنا عن مدة العملية أيضا، إذا بتاخد وقت العملية؟ عملية زراعة الكبد نعم من تتراوح ما بين 4 إلى 8 ساعات، قد تصل في بعض الحالات المعقدة إلى 12 ساعة، بس عادة تكون من 4 إلى 8 ساعات. طب والحالات المعقدة كيف بتكون؟ يعني شو بتكون تختلف عن الحالات العادية؟
عنده وجود مثلا انسداد في بعض شرايين الكبد او وجود عمليات سابقه تؤدي الى وجود التصاقات كثيره حول في البطن فتؤدي الى صعوبه في الوصول الى المنطقه والوجود وصول منطقه الشرايين ومنطقه الكبد. من الرياض الدكتور حمد الباهلي استشاري زراعه وجراحه الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.